يحكى أن هناك فتاة صغيرة وجميلة تدعى ليلى. كانت تعيش مع والدتها في قرية صغيرة، وكانت تلقب بصاحبة الرداء الأحمر، وذلك لأنها كانت تحب دائما أن تلبس معطفها الأحمر الذي أهدتها إياها جدتها. وفي صباح أحد الأيام قالت لها والدتها بعد انتهائها من صنع الكعك ووضعه في سلة صغيرة: طفلتي الحبيبة، ضعي معطفك الأحمر وخذي هذه السلة لجدتك كي تطمئني عليها، فقد وصلني أنها مريضة وبحاجة لمن يرعاها في مرضها. وبعد أن ارتدت ليلى معطفها الأحمر وحملت السلة بحماس متجهة إلى باب المنزل، أوقفتها والدتها قائلة: احذري يا ليلى من الابتعاد عن الطريق، واذهبي مباشرة لبيت جدتك، وعند وصولك ألقي التحية وكوني مهدبة وودودة عند الحديث معها. فقبلت الصغيرة والدتها وطمأنتها قائلة: لا تقلقي يا أمه، سأكون بخير. ثم سارعت بالخروج، والتزمت ليلى بكلام أمها إلى أن وصلت الغابة التي تعيش فيها جدتها، وهناك رآها الذئب. فلم تشعر الصغيرة بالخوف عندما رأته، فقد كانت طفلة لا تعرف سوى الحب ولا تدرك معنى خبث هذا الكائن. اقترب الذئب من ليلى وسألها: ما اسمك أيتها الصغيرة؟ قالت: اسمي ليلى، ويلقبني أهل القرية بذات الرداء الأحمر. فقال الذئب: إلى أين أنت ذاهبة يا ليلى في هذا الوقت المبكر من اليوم؟ فأخبرته أنها ذاهبة لرؤية جدتها المريضة كما طلبت منها والدتها، وأنها قد أحضرت لها سلة من الكعك. فقال الذئب بابتسامة خبيثة: هذا جميل يا ليلى، يا لك فتاة مطيعة. لم تشعر ليلى للحظة بمكر هذا الذئب، ولكنها شعرت بالاضطراء وظنت أنه كائن لطيف مثلها، وابتسمت له ابتسامة بريئة، ثم قالت: شكرا لك أيها الذئب، أنت مخلوق لطيف، وكم أود لو نصبح أصدقاء. ففرح الذئب لأنه استطاع أن يخدعها ويجعلها تثق به، فذلك سيجعل تنفيذ خطته أسهل. ثم انتهز الفرصة قائلا: لما لم تخبريني يا صغيرتي أين تسكن جدتك حتى نتسابق أنا وأنت إلى هناك ولنرى من سيصل أولا؟ فأجابته ليلى بكل براءة: جدتي تسكن في بيت خشبي صغير في آخر الغابة. فقال لها الذئب بابتسامته الخبيثة: حسنا، إذن سأذهب أنا من هذا الطريق واذهبي أنت من الطريق الآخر. سارع الذئب بالتحرك بأقصى سرعة ممكنة، وفي هذه الأثناء كانت ليلى منطلقة إلى بيت جدتها كذلك، ولكنها رأت في طريقها أزهارا جميلة تبعد عن الطريق بمسافة صغيرة، ولعشقها للأزهار الملونة لم تستطع ليلى مقاومة جمال تلك الأزهار، وأرادت أن تحضر بعضا منها لجدتها المريضة، فهي تعلم كم تحب جدتها الأزهار أيضا، وكم سيجعلها ذلك تشعر بالسعادة وينسيها مرضها. كما أنها لم ترى جدتها منذ فترة وظنت بأنها ستكون هدية جميلة. وبعد لحظات قررت ليلى تجاهل تحذير أمها، وظنت بأن سعادة جدتها بالأزهار ستنسي أمها ما فعلته. في هذه الأثناء كان الذئب قد وجد بيت الجدة، ولم تكن ليلى قد وصلت بعد، فالذئب يعيش في الغابة منذ زمن ويعرف طرقها جيدا، ولذلك فقد سلك أحد الطرق المختصرة وغير الوعرة، وعندما وصل إلى البيت أسرع ودق على الباب، فلم تستطع جدة النهوض من الفراش بسبب مرضها، فسألت: من يطرق الباب؟ فقال الذئب محاولا التنكر في صوته: أنا ليلى حفيدتك يا جدتي. قالت الجدة بتردد متجاهلة شعورها بغرابة الصوت: حسنا، تفضلي يا عزيزتي.
دخل الذئب الماكر للمنزل، فذعرت الجدة عند رؤيته وحاولت أن تصرخ طالبة النجدة، لكن أحدا لم يسمعها، فأمسك الذئب بها وقام بحبسها في الخزانة وأمرها أن لا تصدر صوتا وإلا فسيأكلها. ثم أخذ معطفها وارتمى على سريرها متنكرا، وقد شعر بحماس شديد وهو ينتظر وصول ليلى حتى يتم خطته بنجاح. وفي هذه اللحظة وصلت ليلى لمنزل الجدة ولم تجد الذئب هناك، ولكنها لم تهتم للأمر كثيرا، فهي ما زالت سعيدة بالأزهار الجميلة التي التقطتها من أجل جدة وبدأت تطرق الباب. قال الذئب محاولا تقليد صوت جدة: من بالباب؟ وقالت ليلى بحماس: أنا ليلى يا جدتي، حضرت لك مفاجأة جميلة. فقال الذئب: حسنا تفضلي يا عزيزتي. دخلت ليلى وقبلت رأس جدتها كالعادة، لكنها شعرت بشيء مريب، إلى أنها لم ترى جدتها منذ فترة من الزمن، ثم شعرت بهدوء غريب. ففي العادة تكون جدتها سعيدة لرؤيتها. قاطع الذئب الأفكار التي كانت تدور في رأس ليلى قائلا: ما أجمل هذه الأزهار يا ليلى، شكرا لك يا حبيبتي. اطمأنت ليلى لوهلة ووضعت الأزهار في كأس ماء كان على طاولة صغيرة إلى جانب السرير بعد أن ملأته بالماء، ثم عادت للجلوس بجانب السرير والتفتت لجدتها وقد لاحظت شكلها الغريب، فقررت ببراءة أن تسألها: جدتي، لما عيناك كبيرتان؟ فقال الذئب المتنكر: حتى أستطيع أن أراك جيدا يا صغيرتي. فلاحظت ليلى شيئا غريبا آخر في جدتها وسألت مرة أخرى: ولما أذناك كبيرتان؟ قال الذئب: حتى أستطيع سماع صوتك الجميل يا عزيزتي. ثم نظرت ليلى إلى فم الجدة: جدتي، لما فمك أصبح كبيرا؟ قال الذئب وهو ينزع عنه ثياب الجدة ومكشرا عن أنيابه: حتى آكلك به. هم الذئب بليلى يريد أن ينقض عليها ويأكلها، فصرخت بأعلى صوتها طالبة النجدة، فسمع صراخها صياد كان يمر بالصدفة قرب بيت الجدة، فركض الصياد ودخل بقوة للمنزل وأطلق النار من بندقيته ونجح في قتله. بكت ليلى بحرقة وهي تبحث عن جدتها، وبقيت تبكي إلى أن عثرت عليها في الخزانة، فساعدها الصياد على إخراجها. حضنت ليلى المسكينة جدتها وهي تشعر بالندم لأنها لم تسمع وصية والدتها، وأخبرتها جدتها بأن عليها الالتزام بكلام أمها في الأيام القادمة، فمسحت ليلى دموعها وقبلتها وعاهدتها بأن ذلك لن يحدث مجددا، وأنها قد تعلمت درسا لن تنساه أبدا. وأخيرا قامتا بشكر الصياد على إنقاذه لهما، وبقيت ليلى في صحبة الجدة في ذلك اليوم لترعاها وهي ممتنة وسعيدة بأن جدتها لا زالت بخير. أصدقائي الأعزاء، أتمنى أن تعجبكم قصتي. إلى اللقاء مع قصة أخرى إن شاء الله.